لإطلالة الجامعة في نفوس الطلاب المستجدين وقع خاص يترك أثراً يمتد لسنوات، وقد يؤثر سلباً إذا لم يتوازن الطالب وهو يمضي الحياة الأكاديمية. جاء قرار جامعة الملك سعود بتأسيس عمادة السنة التحضيرية لإعداد الطلاب للدراسة الجامعية بهدف الانضباط وإتقان مهارات التعلم وتطوير القدرات الشخصية. جهز مبنى السنة التحضيرية بجوانب تقنية لتسهيل وتفعيل العملية التعليمية في القاعات الدراسية والقاعات التدريبية والمعامل. رسالتنا: استخدام الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك مع أولياء الأمور والطلبة وأساتذة الجامعة، واستخدام أحدث وسائل التقنية لتحقيق برنامج بجودة عالية لصقل أخلاقيات الطلاب وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح في حياتهم الأكاديمية والمهنية، مع التركيز والإبداع وتطوير الذات ليكون الطالب قادراً على التعلم والبحث في أي كلية ينضم إليها. واتخذت العمادة شعار الاستثمار في الشباب شعاراً لها لتحقيق أهداف عمادة السنة التحضيرية في ترسيخ مبادئ الانضباط والمسؤولية لدعم الطلاب وتعزيز المهارات القيادية وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية والتقنية والرياضيات ومهارات الاتصال والتعليم والتفكير والبحث وتحسين مخرجات التعليم لتحقيق هذه الأهداف. قامت الجامعة بدراسة مباشرة مع جهات التوظيف في القطاع الخاص مثل أرامكو وسابك والاتصالات والكهرباء ومؤسسة النقد العربي السعودي وعدد من البنوك وغيرها. السنة التحضيرية بوابة العلم والمعرفة يفتحها طلاب الجامعة بأيديهم، تقوي عزائمهم وشخصياتهم ليكونوا محور العملية التعليمية في رعاية الجامعة والبرامج التوجيهية والإرشادية وفعاليات اليوم الوطني والرحلات الاجتماعية والعمل التطوعي واستقبال ضيوف الجامعة وإجراء المقابلات مع الوفود. بعون الله تعالى حققت السنة التحضيرية إنجازات بتميز. برنامج السنة التحضيرية منهج رائد يمهد لتحقيق الرؤية بمسار ديني وطني إنساني شخصي، ليفتح بوابات المستقبل للشباب ليمضوا إلى آفاق مفعمة بالخير والعطاء بلا حدود، بعون الله تعالى ثم بعزيمة الشباب والقادة.